قوم والله ان حضر والله ان حافظ على كل دقيقه وان اثبت تواجدي واثبت ان هذه النسخه فريده من نوعها ولا يا ابو عنزي؟ الواجب على يعني بعض المتسابقين وليس الكل ان يثبت للجميع، للجمهور، للنقاد، للكيان ان شخص بامكانه يعني التغيير الى الافضل، زي ما يعني زي ما اقنع علي مناحي ابو مناحي بإمكان الجميع يقنعون الجميع أيضا بالتغيير يعني بالإبداع بالتميز. الوقت باقي قدامهم، يعني باقي قدامهم تقريبا 25 يوم، ترى تعتبر فرصة كثيرة. أنا أقول ساعة واحدة للمتسابق تعتبر فرصة، وهي ساعة، ما بالك يعني ب 25 أو شهر يعني متبقي من البرنامج. لذلك الرسالة اللي بقولها لبقية المتسابقين، احذوا حذو الزملاء، يعني زملائكم اللي ما شاء الله يعني ظهروا وبزغوا بنجومية وبتميز وبأداء عالي، عندك ظروف تجاوزها، عندك عقبات تجاوزها، أبرز نفسك قد ما تقدر وبقدر يعني الإمكان، وادفع بطاقتك كلها لأنك خلاص يعني قربت من خط النهاية، والفرصة هذه ما راح تكرر نهائيا، وما راح تدخل برنامج واقعي مرة ثانية مهما كان. حتى وإن رغبت في ذلك يعني الإنسان عنده طاقة يوصل يعني لحد معين يوقف. ليه ما ناخذها من طابع